يقول السائل: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست الماخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ نعم. يقول: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست المخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ إذا كنت عممت الرأس بالقص من جميع الجوانب هذا يكفي، ولا داعي للحلق بعد ذلك. أما إذا كنت ما كملت الرأس، أخذت من بعضه، فهذا لا يكفي، ولبسك المخيط غير صحيح. المخيط ما يلبس إلا بعد أن تقصر بالكامل أو تحلق بالكامل، لأنك ما أكملت المناسك بالقص الجزئي. القص الجزئي لا يعتبر، لا بد من التكميل، فأنت أخطأت في هذا ولا تعود لمثل هذا، وعمرتك صحيحة إن شاء الله، لكن مع الخطأ.